لمحة سريعة عن برامج الليلة عبر شاشة الام تي في يلي بتبدأ مع مسلسل وين كنتي يلي عم يمرق من التنين للجمعة على الساعة 7:15 المساء. خلينا نشوف. ليه عم تعمل فيي هيك رمزي؟ شو عم بعمل فيك يا حبيبتي؟ ليه عم تعذبني هيك؟ تقلني بس ما تعذبني. لا مش هيك بيكون القصاص. اقتلك مش قصاص. القصاص لازم يكون لإلك ولجاد، لأنه هو كمان خاين. لازم اتنيناتكم تتقصصوا. اترك جاد عشان بتقي مني أنا. حاولي تحميه؟ بدك تفديه بحياتك؟ هالقد بتحبيه لجاد؟ هالقد بتحبيه؟ لوين أخذني رمزي؟ لوين؟ عشهر العسل حبيبتي، عشهر العسل. مش مصدقتيني؟ أنا لما حبيتك وقررت أتجوزك حسيت إني عم بخلق من جديد. وقفت تحت السما وقلت يا ربي أنت أدرى فيي وأنت بتعرف أنا شو عامل. أنت بتعرف كل أغلاطي وأنت بتعرف شو صار فيي من وقت ما خلقت لليوم. يا رب يمكن أنا تأخرت لحتى أطلع فيك وأحكيك، بس هلا قررت اني اطلع فيك واحكيك واقول لك انه انا قررت انه كفر عن كل ذنوبي. مع نسرين بحاول كفر عن كل اغلاطي. كنت عم حاول اني اصير انسان جديد، بس انت رجعتي وعيتي في رمز القاسي. معك كان قلبي بلش يخفو بقوه. منشاهد الليلة أيضا حلقة جديدة من مسلسل محرومين، المسلسل اللي عم يمرق من الأحد للأربعاء على الساعة 9:15 المساء. كمان تداعيات كثيرة عم بتصير، كمان قصة حب عم تتطور، ومشاكل اجتماعية دايما منتبعها بمسلسلاتنا يلي منعرضهم عبر شاشة الام تي في. خلينا نشوف مشهد من محرومين. وجعني أي مرحبا سيدنا. على شي يعني؟ بس المفروض الشهود قالوا لك انه انا كنت بحالة دفاع عن النفس سيدنا. يعني انت ما شفتوا كيف كان هجم علي مثل الوحش الضاري، حيوان بري. حط حالك محلي، شو بتعمل يعني؟ بتبوسوا عند امه ولا بتلعن لحية امه؟ اسمع شو بدي اقول لك. اذا كل واحد بده ياخذ حقه بايده بنصير عايشين بالغابة. في دولة وفي قانون، هن بيحاموا عنكم وبيحصلوا حقوقكم، عم تفهم؟ يلي عملته مع الزلمة مش مقبول ولا بأي منطق. طبعا حقك تحكي سيدنا، لانه انت ما شفته كيف كان هجم علي بعصايته وكسر الدنيا بالمحل يا سيدنا. بعدين دخلك رح تعاقبوه له كمان ولا رح يروح فيها الشفقة؟ ليش؟ لانه بنته مخطوفة يعني؟ رح يتعاقب مثلك مثله، انا ما في عندي ايد واجر هون، كل العالم متساوي قدام القانون. طيب تنشوف سيدنا تنشوف. وعلى كل حال انا ما بقى فيي اعمل لك شيء، بدك تقعد بالحبس يومين لحتى يطلع حكم بحقك. يا نهاد لحظة يا سيدنا، أنا والله مظلوم، الحبس في دفين كتير، أنا بقرف يا حبيبي. يا نهاد تعطيني بوسي، خليني شوي مع الرايد، بحبك، خليني أحكي كلمة مع الرايد. شوف يا سيدنا، وحيات هالشوارب إيه؟ بس اطلع لأرجع انتقم منه لهيدا بتعرق بالدران. ما تحكي حكي ممكن يدينك بعدين، ما تنسى أنه بعده مشتبه فيك بقضية خطف بنته لطارق. أكيد موعدنا ثابت الليلة كمان مع حلقة جديدة من هيدا حكي مع عادل كرم وعباس شاهين على الساعة 10:15 المساء. طبعا محور الحلقة رح بيكون استقالة رئيس الحكومة ومواضيع جديدة والفقرات اللي معودين عليها بهالبرنامج. برامجنا كلها موجودة على mtv.com.lb وعبر أبليكيشن على mtv. بريك صغير ومنرجع، خليكم معنا.